يعطيك العافية. رفيف دوغان وين؟ رح شوف. رفيف خانم خلصت معاينتها يا أستاذ، وعلى الأغلب مشيت. يا أستاذ أنت منيح؟ ابني ما قدرت أمرهم هيك، ما قدرت أتخلى عنهم. خفت كتير اتأخر وما أقدر ألحقك. لما جلال خبرني حسيت إنه الحياة وقفت. ما خطر ببالي غير شي واحد ساعتها، إنه البيبي لازم يعيش. لما وصلت على المستشفى وعرفت إنك طلعتي سودت الدنيا بعيوني. أنت ارتاح ولا بقى تفكر بهالشغلات؟ البيبي بخير، لا تخاف عليه. شكرا كتير رفيف. ما قدرت نزله. بعرف انه ابنكم ماله ابني، بس خلق احساس غريب جواتي وقال لي لا تقتلي. قلت لحالي ليش لا اقتل هذا الطفل البريء، هذا القلب اللي عم يدق مع قلبي واخذ من روحي. منيح انك تراجعتي. الحمد لله انك رديتي على احساسك. نعمت خانم قالت لي انك تخليت عن البيبي وانه الكل ما بقى بده اياه، بس ما صدقت يلي قالته. هاد شو سبب؟ ما بعرف شو، يعني مجرد احساس اجاني لما اجا وقت العمليه، كاني سمعت صوت عم ينادي لا تعمليها، وقفي. يمكن هذا هو الشيء اللي وقفني. أنا شايفة هالشي بعيونك عمران بيك. بدك هذا البيبي ومتمني يولد وناطر اليوم يلي يجي فيه وتشوفه. مزبوط، متمني شوفه. بس في شيء ما عم ينفهم معي. شو هو؟ نعمت خانم هيك بلا ما تخبرك وبلا ما تاخذ موافقتك، كيف ممكن تعمل هيك شغلة؟ هالولد مو هي اللي كانت متمنيته أكتر من الكل؟ ديما هزتنا بمحاولة انتحارها، أمي لهالسبب تصرفت من حالها، كان فكرة تحل الخلاف من جذره. ما بعرف. طيب وديما خانم
ليش ما بدها اياه للولد؟ انا اسفه، مو قصدي انه اتدخل بمسائلكم العائليه. بلا ما نحكي بهالامور هلا. انت لا تشغلي بالك ابدا، بدي هالبيبي يولد، يولد واحمله بين ايدي. الجو صار بارد، فوتي لجوا احسن. وحضرتك؟ انا لازم اشوفها لامي، بدي اياها تقدم لي شرح اللي صار. رح تقلها اني ما نزلته للبيبي؟ لا مو هلا. يلا فوتي لجوا احسن، ديري بالك على حالك. لا تاكل همي. رح احكي مع امي بعدين، اكيد بشوفك. خاطرك هلا. الله معك.